جهود غير مسبوقه تقدمها الدوله للعديد من الشرائح المجتمعيه والعمال والمزارعين والصيادين ومن ضمن تلك الجهود ما قدمته الدوله من توزيع 24 مركبا للصيادين بقريه الطويسه باسوان بناء علي توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالصيادين في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالصيادين وتقديم الدعم لهم تم توزيع 24 مركبا للصيادين بقريه التويصه بمحافظه اسوان دعم تم تقديمه من التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بحضور نائب محافظ اسوان غاده ابو زيد والسفير الكويتي بالقاهره غانم صقر الغانم وتم تسليم مراكب صيد حديثه للصيادين مزودة بموتور وشباك صيد ومعدات صيد حديثة كاملة، وذلك لمساعدة الصيادين في تحسين مستوى معيشتهم واستثمارا لمهاراتهم التي اكتسبوها في الصيد الصيادون من جهتهم عبروا عن فرحتهم الغامرة وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منحهم أملاً جديداً في الحياة من خلال توفير حياة كريمة لكل المصريين محافظة أسوان وقرية جعافرة والحربياب والطويسة بتشهد عيد النهاردة امتدت لنا يد القيادة ويعني غرجتنا بخيرها فاحنا بنشكر القياده السياسيه وعلى راسها السيد الرئيس ومجلس الوزراء والجهات اللي مانحه للمشروع دوت، المشروع دوت فعلا هيفتح بيوت وفعلا هيحقق عائد مش ل... 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 لاصحاب المراكب بس، لا هيحقق عائد كمان للناس الموجودين في البلد. شاكرين القيادات السياسيه والتلفزيون والناس والمحافظ على راسهم والسيد الوزيره شاكرين جدا 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 على العمل الرائع لفتح باب الرزق. لفتح باب الرزق للشباب وللناس كله يعني والحمد لله وياتي هذا الدعم من خلال التعاون التنموي والخيري بين مبادرتي مراكب النجاه والمبادره الرئاسيه حياه كريمه لتقديم الخدمات لاهالي الكره الاكثر تصديرا للهجره غير الشرعيه والمناطق الاكثر احتياجا